واش ان الاداء عادي يعني ماشي شي مقابله اللي كانت صعيبه على المنتخب الوطني المغربي، هي الظروف اللي لعب فيها او اللي جرات فيها المقابله هي اللي جات كانت شويه صعيبه، شنا الرياح، شنا ارضيه الملعب، الملعب غير صالح بتاتا لاجراء مقابله كره القدم، هذا الشيء اللي كاين. فكنظن بان هنا المقابله اللي غتكون في مدينه الدار البيضاء ان شاء الله غتكون مغايره على الشكل اللي شناه في الكونغو. كنتمناو التاهيل ان شاء الله للفريق الوطني المنتخب الوطني المغربي، وكنظن المقابله غتكون سهله في مدينه الدار البيضاء، يعني مقابله غتكون عاديه سهله، خاص غير التركيز والحذر. الاداء ديال المنتخب كنا كنتوقعوا حنا التعادل من البداية، حيت الماتش صعيب وجا في اجواء شويه طافي عيان عيان ناقصه، حيت كنعرفوا فينشيني داروا تشويش على المنتخب، الجمهور ديال المنتخب الكونغولي ما خلاهمش يترينوا على خاطرهم، وحنا نتمنوا ان شاء الله نتأهلوا المونديال كاس العالم ان شاء الله، ندوزوا نضربوا بشبيه لواحد ان شاء الله ان شاء الله نتأهلوا ونضربوا الارجنتين اي فرقه. حنا مرحبا المنتخب عندنا مجهود، لعبوا واحد 10 دقائق او 12 دقيقه كان الفريق الوطني يتحكم في كره القدم، جات هجوم ماركا هذاك المدافع رقم 6 ماركا بيت على راسو، تغيرت المقابله وما عندهم فرقه هذوك الكونغو الديمقراطي، انا ما عندهم شيء، ماشي فرقه هذه وفريق وداك الشيء، هو لعب 3 5 2 اش كيدير وما عندنا حقيقه، هذاك ماشي مدرب، لا ماشي مدرب الفروق الوطنيه، راسو قاتح، عندنا لعيبيه ولكن هذوك اللعيبيه ما غايجوش، الله يهنيهم ما عليناش، ولكن راه كاينين لعيبيه، راه الفريق وسط الملعب، راه كاين غا وسط الملعب، راه كاين فيه هذاك المرابط اليوم، برافو هذاك المرابط، انا برافو، راه وسط الملعب كان عيان، ما كاينش كان شي كره مشات، كاين حتى كره مشات للهجوم، وزادها وكملها ما دخلش بوفال، وبوفال لعيبي، ولعيبي يعني فنان، كيشد الكره ان جور تياخذ لو بالون بيي، ديما هي في رجله، وجه الورق، يجيب لك ضربه جزاء، يجيب لك ضيعوا ضربة جزاء ما عليناش، ملي كملها المدرب الحكم خرج لعيبي من ديال الكونغو الديمقراطية، وبقى 10 دقائق وما دخلش بوفال حتى الدقيقة 89، هذا راه غادي يحمقنا. بالنسبة للمنتخب باقي غادي يقول الكلمة ديالو إن شاء الله لا في الروتور هنا لا في مونديال قطر، لأن عندنا لاعبين كيستاهلوا أنهم يحملوا القميص الوطني مثل تيتسوتالي طارق تيتسوتالي والمجموعة من اللاعبين. بالنسبة لتعقيبي كان على ماي بدون أداء صراحة، محترف في الدوري المجرم ما كيستاهلش أنه يكون في منتخب وطني، عكس كاينين لاعبين أخرين في البطولة الوطنية ولا في دول الخليج ولا في أوروبا كيستاهلوا أنهم يكونوا يحملوا القميص الوطني. نتمنى للمدرب المنتخب الوطني الكره اللي كنعرفوا اخويا حنا راه كره باينه، ولا بلا تفلسف فيها بلا والو، ولا تجي تجيب لنا هذاك ولا تجيب لنا واحد اخر ولا تعيط لنا، راه كتضحك علينا حنا كمغاربه صراحه والله. بالنسبه نتمنى للمنتخب مدرب المنتخب الوطني وحيد خليل وزيد يراجع الاوراق ديالو ويعاود ينادي على اللاعبين اللي هما كيستاهلوا يكونوا في المنتخب الوطني، كما ذكرت الاسماء ديالهم حكيم زياش والمزراوي وحارث وحمد الله.